مريحة من وجه مراهق شاب اللي هو سي أنس بوكاري. جابوا ديالي باش تجاوب على أسئلة الشباب. لأنه مش غير أنس بوكاري سياسي وبرلماني شاب ما فيش حوالي. كنشكرك اولا على السؤال. مساء الخير للجميع. وبغيت قبل ما نجاوب على السؤال نشكر كل من سام معنا اليوم، شباب ديال مدينه الرباط من حي اكدال، من يعقوب منصور، من ديور الجامع، من تقدم اليوسفيه، من سلا، كذلك ضيوف لا من سلا ومن تماره، هذا الرباط الكبير ان صح التعبير. ولو السي امين الصبيحي ما كيعجبوش هذه المساله هذه، ولكن كل هذا التجمع الحضري الشباب ديالو اللي حضر معنا اليوم، مرحبا بكم جميع. شكرا. بالنسبه للسؤال ديالكم، فعلا انا نائب عن فريق التقدم الديمقراطي، ولجت البرلمان عن طريق اللائحه ديال الشباب. المساله ديال الشباب بالنسبه لنا كتحظى باولويه كبيره في فريق التقدم الديمقراطي، ولكن بالاضافه لذلك نحن نجتهد في فريقنا لكي نحتل اكبر عدد من المواقع. انا شخصيا اشتغل في لجنه القطاعات اللي فيها القطاع ديال الشباب، لكن فيها كذلك القطاع ديال المراه، القطاع ديال الصحه، القطاع ديال التشغيل، واللي كيهم بشكل كبير يعني الشباب. فيما يخص هذه المساله ديال الشباب، فريقنا كيعطي اولويه، وانا شخصيا كنت من القلائل اللي طرحوا سؤال على هذا الوزير المكلف بالقطاع حول الاستراتيجيه الوطنيه للشباب، لانه الكثير كيتعمل حقيقه للشباب، ولكن نحتاج اليوم الى استراتيجيه وطنيه، ونحتاج كذلك الى استراتيجيه للمشاركه السياسيه للشباب. اليوم الدستور اعطى الشباب هذه الامكانيه واعطاه الارضيه من خلال المجلس الوطني الاستشاري للشباب والعمل الجماعي اللي هو اليه اساسيه، ولكن كذلك هناك قوانين اللي اليوم اصبحت كتمكن الشباب من المشاركه على المستوى المحلي. الان كنناضلوا شخصيا وعدد ديال الرفاق والرفيقات مع منظمات وطنيه ومنظمات غير حكوميه، كنناضلوا من اجل انه نرفعوا تمثيليه الشباب كذلك في المجالس المحليه، ثم كذلك ان يكون الشاب مخاطب لا الفاعل المحلي ولا الفاعل الوطني من خلال الاليات اللي متوفره اليوم الحمد لله في بلادنا. بطبيعه الحال الرساله اللي بعثها الامين العام قويه، وان اليوم الشباب ما بغيناش يبقى من المتفرجين. هناك الحمد لله استقرار في بلادنا، هناك عمل كنقوموا به جميع، هناك عمل كيقوم به حزب التقدم الاشتراكيه من اجل الاستقرار، من اجلكم، من اجل مستقبلكم. خصكم انتم كذلك ديروا يدكم في يدينا ونشتغلوا جميع من اجل المستقبل الظاهر ان شاء الله لهذا البلاد. كنعرف هو فين وصلت تطور ديال مدينه الرباط ومستقبل ديال الشباب ديالها. شكرا على هذا السؤال المهم. ما يمكنش نتصوروا اليوم في مدينه الرباط او في اي مدينه، وخلينا نتكلم على الرباط كفاعل محلي. وبهذه المناسبه بغيت نرحب كذلك بالمستشارين ديالنا والمستشارات، كاين رفيقه سميه منصف اللي هي كذلك مستشاره في هذه المقاطعه، رفيق عزيز لبيب، اللي اليوم تصورنا
انه ما كاينش مستقبل للمدينه بلا اللي ما كتفكرش في الشباب ديالها. الشباب ديال المدينه هو الثروه ديالها، هو المستقبل ديالها، هو يعني الدافع الاساسي للفاعلين اللي بلورت السياسات ديالها. لهذا السبب لما تم يعني الرئيس مجلس البلدي عرض عليا انني نساهم او ننسق المساله ديال اعداد المخطط الاستراتيجي للمدينه، فما ترددش واشتغلنا مع مجموعه ديال الفاعلين، لا منتخبين ولا فاعليه المجتمع المدني. هناك بعض الجمعيات هنا اللي ساهمت معنا في هذا العمل، ثم كذلك القطاعات الوزاريه، وزاره السكنه ساهمت بشكل قوي في هذا العمل هذا، اللي من خلاله قمنا بتشخيص للواقع للمدينه. المدينه ديال الرباط باش تبقى مدمجه لشبابها، باش تخمم في المستقبل ديال شبابها، لازم انها تفكر في وظائف اخرى تطورها. تتعرفوا الوظيفه ديال العاصمه شنو هي؟ العاصمه المؤسساتيه والاداريه، كل شيء كان شحال هذيك يتكلم على الوظيف. اليوم تنعرفوا الوظيف ما بقاش يشغل. المدينه ديال ما بقاش يشغل بشكل كافي. الحكومه الحاليه درت 50,000 منصب شغل في عامين، هذا بعدا شيء مهم. ولكن مستقبل المدينه في مؤهلاتها السياحيه، مؤهلاتها الثقافيه، مؤهلاتها العلميه، هذه مدينه ديال جوج الجامعات، ديال اغلبيه المدارس العليا، مؤهلاتها البيئيه، هي عاصمه البيئه وعاصمه ديال التراث اليوم. كل هذه المؤهلات بغينا نستثمروها. وخدينا يعني لما تدارسنا الامور قلنا بان هناك ثلاث اهداف اساسيه. خصنا نقوي الاستثمار والتنافسيه ديال المدينه واحد، والجاذبيه ديالها، لان واحد العدد اليوم الشركات كيمشيو مثلا للسهول او كيمشيو للتماره او الصخيرات وما كيجيوش يستقروا هنا لان العقار ما موفر لهمش. ثم النقطه الثانيه، ما يمكنش مدينه تطور وتبقى خدامه لواحد الفئه دون الفئات الاخرى. كاين اليوم يعني من العار انه نستمروا في هذه الفوارق الاجتماعيه والمجاليه اللي كاين قلب العاصمه. اليوم في هذا الهدف الثاني هو الاندماج الاجتماعي، هو نقضيو على هذه الفوارق، الدوار اللي تكلم عليها السيد الوزير، ولكن كذلك غير دور الصفيح كاين دوار الدوم الحاجه المعاضيد، كاين المدينه القديمه، كاين مشكل بالنسبه للشباب، كاين المرافق اللي خاصه به، مساله ديال التشغيل، كل هذه الامور خممنا فيها. النقطه الثالثه والهدف الثالث اللي ما يمكنش نديروا هذا الشيء باش ما نبقاوش نكذبوا ونحلموا بلا ما حسنا الحكامه المحليه. مساله الحكامه المحليه فيها مساله ديال علاقتنا اولا مع الولايه، كنعرفوا بان الرباط عندها نظام خاص والوالي عنده دور. العلاقات ديال المدينه مع المقاطعات، العلاقات المدينه مع المجتمع المدني، الموارد البشريه ديال المدينه. كل هذا الشيء خدمنا عليه وقلنا شنو خصو يدار. الان شنو بقى؟ بقى انه تكون الاراده السياسيه ويكون المعقول باش يمكن هذا التصور اللي اليوم واضح للمستقبل المدينه ومستقبل شبابها يكون يعني يترجم الى ارض الواقع. واعتقد انه حزب التقدم والاشتراكيه سوف يكون له دور في المستقبل في ترجمه هذا الحلم الذي هو سيصبح ان شاء الله حقيقه. واحد السؤال صغير اللي بغيت نسولك على يعقوب منصور، لان النظافه فيه راه زيرو، هذا الشيء اللي كان طالب بين قوسين الاسبان ديما عام المدينه. كنهضر انا في حي يعقوب منصور، هادشي اللي كنشوفو بعيني، اما شي بلايص اخرين الله اعلم. هادشي اللي بغيت نهضر، حيت هضرتي على مدينه بيئيه. نعم حقيقة كاين هذا المشكل، وصعيب نتكلموا على مسألة البيئة بلا ما نخمو في معالجة الظاهرة النفايات. طبعا الحل أي واحد كيشوف غير الحي ديالو، يعني أنت تكلمت على يعقوب منصور، ولكن المشكل بشكل عام يعني متواجد في المدينة. إلا كتعقلوا شحال هذيك، إلا كتعقلوا ربما البعض منكم لأن أغلبية ما عاش في الفترة، كان تدبير ديال النفايات من قبل يعني بشكل مباشر. كان شحال هذيك وكنعرفوا دابا العيد قرب، كنت يعني كتوجد الفترة كتعطيها لذاك اللي كيشتغل في النظافة. مع هذا المنبر كنحيي الشغيلة اللي كتشتغل في النظافة. هادشي اللي كان شحال هذيك، كان البعض منهم إلا ما تهليتيش فيه كيلوح لك الطروف في الطريق ديالك، في الزنقة ديالك. في نهاية التسعينات جماعات اللي كانت في الرباط، ما كانتش وحدة المدينة، بدات كتمشي للتدبير المفوض، يعني كتجيب شركات أجنبية في الأول، كما قال شي واحد كيجيو كيجمعوا لنا الزبل وكيجمعوا لنا الفلوس حتى هما، كما قال السيد المنشط. هذا التدبير المفوض أعطى نتائج في الأول، وحقا بالنسبة للشغيلة جعل الوضعية الاجتماعية ديالها تتحسن، ولكن مع الوقت بدات كتبان واحد العدد ديال الاختلالات. مسألة ديال المراقبة، مسألة ديال احترام التعاقد، مسألة ديال الرشوة اللي كتمكن تكون واللي كتخلي أنه هذا المرفق ما يكونش في المستوى. الآن كاين تصور في هذه الولاية الجديدة، هناك تصور اشتغلوا عليه واحد المجموعة ديال الفاعلين حقيقة اللي عندهم غير على هذه المدينة، وأنه
نشوفوا هذه المسألة النظافة بشكل عمومي ونطوروا. هناك اليوم دفتر التحملات الجديد اللي من الفرز ديال النفايات إلى يعني تدوير ديالها والتتمين ديالها لو ريسيكلاج، لأن هذه مسألة أساسية اللي خصها تدار في العاصمة. كاين هناك تصور واضح باستعمال يعني اليوم اللي كيشتغل في عقب منصور ماشي هو اللي غيجمع النفايات في المدينه القديمه في الدروبه الضيقين، او غيجمع مثلا في الشوارع الكبرى غيبدا يتسرب دار بدار. يعني خص واحد النمط لكل حي. هادشي خدمنا عليه. اللي خص الان هو توفر الاراده السياسيه. بزاف منكم كيتبعوا الجرائد وكيشوفوا المناخ ديال عدم الاستقرار اللي ما كاينش على المستوى الوطني، كاين حتى على مستوى مدينه الرباط، الجرائد كثير كتكلم. لما يتوفر المناخ ديال الاستقرار وديال الجد، اعتقد انه هذا المشروع سيرى النور ان شاء الله. اعتقد انه هذا جوابي في هذا الموضوع. شكرا. السلام عليكم. اول حاجه بغيت نقول رمضان كريم للحضور، وبغيت نشكر جمعيه جنات لمحاربه السرطان اللي تحت لنا هذه الفرصه باش نتكلموا اليوم هنايا. وبغيت نسلم على شباب غير على بلدي. اسمح لي يا استاذ، بغيت غير نعرف بهذا غير على بلدي شكون حنايا. حنا شباب تعرفنا على بعضياتنا في الانترنت في الفيسبوك باش بحرا نطفو شوارع مدينه الرباط، وقمنا في رمضان كنديروا افطار للناس الفقراء في الجمعيات. الحمد لله يعني ما عندناش مسؤولين، وحنا ماشي جمعيه، ما عندناش المساعده، ولكن من هذا المنبر الشباب ديال اليوم الى تنتم ما عندكم ما يدار في هذا الصيف بحالنا، جيو عاونونا، تلقاونا في تحت عنوان غير على بلدي في الفيسبوك. استاذ كيف ما كتعرف شي حاجه ماشي جديده عليك، يعني في المغرب منذ عقود عندنا مشكل النظافه، وخصوصا في عندنا في الاحياء الشعبيه. احنا شباب غير على بلدي تكلفنا بتنظيف بعض شوارع عقب المنصور، ولكن هذا الشيء كيف ما كتعرفوا ما كافيش كاع. وكذلك كل مره عندنا تغيير في شركات النظافه، مره اسبانيا مره لبنان. وبغيت السؤال ديالي المطروح هنايا، واش حنا ما نقدروش زعما نجمعوا الزبل ديالنا بشركات نظافه مغربيه؟ شكرا. اعتقد اولا كنهنيكم على هذه المبادره الفيسبوكيه، وانا كذلك هذا الباب عبر الانترنت كان كنمشي له كثير. عندي اليوم واحد 3500 صديق. واش كافيه ولا مازال تيقولوا لي بناتي بانه عدد مناسب؟ على اي حال لازم نطوروه اكثر. مساله النظافه حقيقه بان بانه يعني كتهمكم، وكنهنيك اللي عرفتي شكون هي هذه الشركات وعرفتي حتى الجنسيه ديال هذه الشركات، برافو عليك. هذا معناه انه خنتبوا لدور المجتمع المدني. هذا الشيء اللي درتيه اساسي. حنا بغينا كذلك المجتمع المدني يشتغل معنا. اليوم الدستور كيعطيه دور كبير على المستوى المحلي، عنده ما يعمل في هذا المجال، عنده ما يعمل. هذه الشركات اللي تكلمتوا عليها اليوم باقي لنا واحد العامين، هذاك الشيء علاش ما قدرناش ندوزوا لمرحله متقدمه. باقي عامين وغيتسالوا هذيك الكونترادات يعني التعاقدات مع كل هذه الشركات. التصور اللي عندنا هو انه تكون شراكه قطاع عمومي قطاع خصوصي مع يعني شركاء وطنيين خواص باش يمكن نتكلفوا نجمعوا زبلنا بيدينا. والسلام عليكم. شكرا.